تحية رياضية نبعثها لكم مشاهدينا الكرام، ها نحن نلتقيكم في حلقة رياضية جديدة من برنامج صدى الرياضة. اليوم مشاهدينا الكرام سنتوقف مع أحداث وأخبار رياضية منوعة مع مجموعة من المحاور، منها قضايا مخصصة بالشأن الكروي على صعيد المنتخب الأول والمهمة التدريبية الجديدة، وأيضا مع نشاطات رياضية متمثلة بالمدرسة الكروية التخصصية لتبادل الحوار مع مدربيها والقائمين عليها. كالمعتاد كانت عدسة البرنامج متواجدة مع أعضاء وعناصر هذه المدرسة طبعا المهمة في مسيرة الكرة العراقية. من بين المحطات الأخرى لهذا اليوم ستكون لنا لقاءات رياضية شاملة لمحاور رياضية مختلفة، فضلا عن وقفات مع بطولات وأخبار رياضية منوعة. مشاهدينا بعد الفاصل انطلاقتنا الأولى مع فقرات صدى الرياضة لهذا اليوم، خليكم ويانا. نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، انطلاقتنا الأولى مع الأخبار المحلية وستكون مع المدرسة الكروية التخصصية أو الأكاديمية التخصصية، وهي من بين الأكاديميات الرياضية الخاصة بفعالية كرة القدم، حيث تسعى نخبة من الرياضيين المختصين بتقديم الدعم والرعاية للاعبي الفئات العمرية من الأعمار السنية المختلفة ووضع صيغة وآلية تدريبية وخطط ومناهج خاصة لتنمية المواهب ورفد الأندية والمنتخبات بطاقات فذة على المدى القريب والبعيد. مشاهدينا، وكما يعني نتابع هذه يعني اللقطات وهذه التغطية، يعني مجموعة من البراعم والمواهب والطاقات الواعدة وأيضا كوكبة من العناصر التدريبية المشرفة على هذه المدرسة الكروية التخصصية الخاصة بكرة القدم، والذين يقدمون الرعاية الكاملة للاعبي الفئات العمرية. بالتأكيد نتمنى لهم كل التوفيق والتقدم وتخريج جيل نقي واعد وبأعماره الحقيقية، جيل لا يعرف التلاعب بالأعمار ولا يتسلق بالغش والتزوير، جيل يتربى على الصدق والمبادئ والقيم السامية، جيل يكون قادرا بإمكاناته الحقيقية على العطاء والتفاني والإخلاص لمسيرة الكرة العراقية. مشاهدينا، البداية مع الكابتن القدير داود العزاوي المستشار الفني لمدارس الموهوبين، الذي حاورناه عن قضايا عدة ومنها يعني عن مدى استقبال اللاعبين للتمارين، فضلا عن التخلص من آفة التزوير والتأكيد على الأعمار الحقيقية وكذلك على تواجد الموهوبين بكثرة في العراق، والدليل يعني بطولة قطر للأكاديميات والتي نال العراق المركز الأول للمواليد 2004 و5 و6 بعد التفوق على جميع الفرق المشاركة رغم تواضع الإمكانات والدعم المادي وقلة توفير الملاعب قياسا بباقي الدول. الكابتن داود العزاوي في الوقفة التالية نتابع. متفائلين جدا بتقبل اللاعبين للمدرب وللتمارين لتدريبات المدرب، لانه احنا متفقين وحسب الجداول اللي نخليها تدريبات اللي تناسب اعمارهم، لهذا اللاعب يتقبلها. ما يعطى اللاعب اساسيات وقضايا تمارين اكبر من عمره بحيث ما يقدر يؤديها وبعدين تنقلب الى يعني تصير قضايا عكسيه. التدريبات اولا تناسب اعمارهم، والشيء الثاني تقبلهم مدرب، لان المدرب احنا مختارين مدربين عندنا موجودين اساليبهم بالتدريب تناسب هالاعمار، وبعدين عندهم اساليب تربويه خاصه بحيث اللاعب، وهذا اهم شيء، اللاعب ان يستجيب للمدرب. يستجيب متى؟ اذا شاف التدريب
ونوعية التدريب تناسبه وتناسب عمره وده يحس انه كفايدة من وراها، ده يستفاد من خلال التمارين، وهذا ما يخلي اللاعب اكثر تقبل واكثر التساق بالمدرب حتى يستفاد، يقوم يؤمن انه علاقته بالمدرب وايمانه بالتدريب وبما يعطيه المدرب إليه هو هذا الأساس القوي لأجل أن نطور اللاعب. وأتوقع ومتفائل جدا بنوعية اللاعبين اللي مدرسة عندنا، أن مو الكل، مستحيل مستحيل مكان بيه الكل موهوبين، الموهوبين دائما قلة، لأنه الموهوب خلاصة جملة من اللاعبين، لأن اللاعب الاعتيادي موجود دائما كل مكان، بس اللاعب الموهوب اختياره صعب وبعدين استماريته تصير سهلة وضمان المستقبل سهل. أنا أعتذر لأنه أقول لك أنا مرحت وياهم، لأن أنا تقريبا كنت مساهمة فعلية بالسفرة، وحتى مقابلتي للوزير خلال قبل حوالي 6 أشهر لما سألني معالي الوزير على الهدف اللي تجدون وراء الدورة، قلت له أريد هدف على الأقل بالسنة مرة حتى يكون مستمرين اللاعبين لأجل ذاك الهدف. وفعلا أمر هو يعني خلال هاي الجلسة، أمر السكرتير كان موجود وقال له مع قطر هاي أول سفرة حصير لهم، وفعلا صارت مع قطر، وهذا مع الحقيقة الوزارة يعني نقدم لها الشكر لأنه خلتهم هسه الآن لاعبين دائما يفكرون أنه هدف جاي أو موجود وبصورة أكيدة. فالبطولة كانت بأعمار صحيحة كل الفرق، وهذا ما يريح، لأنه اللاعب لما يحز يلعب ويا حسب نفس العمر يبين إمكانيته الصحيحة، إذا لعب ويا أصغر من عمره ما راح يبين، وإذا أكبر من عمره ما راح يبين، بس ويا عمره بالضبط تقدر تقيسه، قياس الفني البدني الاستيعابي التفكير اللاعب راح يبين ويا عمره. وهذا ما حصلنا عليه في قطر حسب كل المعلومات اللي وشفت القسم من الافلام، اعمار مضبوطه ونفس اعمار فريقنا، لهذا فريقنا برزت بشكل لافت للنظر حقيقه، يعني كلها كانت يعني لعب جيد مع نتائج جيده. كابتن، بالنسبة للقضية اللي صارت على منتخب الناشئين في مطار بغداد الدولي وعودة منتخب الناشئين وأيضا ذهاب يعني فريق بديل لذلك لهذه البطولة، نفس الوقت مشاركة 13 لاعب الآن في الفترة الأخيرة من الأكاديمية وذهبهم إلى منتخب الناشئين، شو يمثل لك هذا وماذا تقول عن هذه القضية؟ والله هي أساس التزوير اللي آخر شيء صار نسميه ثبات ثقافة التزوير، وصلت لهالدرجة عند المعنيين والاتحاد وللمدربين خاصة والإداريين، وبالدرجة الأولى يتحملون مسؤوليتها ولي أمر اللاعب، وبعدين تجي وراهم إداري الفريق مدرب الفريق، وبعدين توصل إلى الاتحاد ووزارة الداخلية الجهة المعنية بإصدار الجواز. هاي كل لو تمشي بطريق صحيح ما تصير تزوير نهائيا، بس تعودنا على أساس خاطئ. لي قدام لما المدرب يقول للاعب، شوف هالطريقة المخفية اسمها، لما مدرب يقول للاعب أنت خوش لاعب، أنت لاعب جيد وأنا محتاجك، بس عمرك ما يساعد، إذا عمرك أصغر أنت أول واحد بالفريق، معناته دي يقول للاعب روح اتصرف سوي عمر مثل ما ريده حتى تلعب بالفريق. هي بدت من هاي، الأب طبعا راح يثبت بالحكاية هاي، يحاول كل المحاولات لأجل أن يسوي له جواز لابنه ومستمسكات مزورة. وبعدين هي القضية هاي مو جديدة، يعني أكثر شيء زادت بال10 سنوات الأخيرة، زادت بشكل واضح جدا، يعني بحيث أصبح التزوير، يعني أنا أجي هنا دوامي هنا أشوف مثلا مباريات مال ناشئين أشبال، أشوف الأعمار خيالية، الأجسام مو طبيعية، يعني مو مان سنة وسنتين، يعني بفرق بال5 6 سنوات، وهاي مصارة يمكن بتاريخ العراق مصارة هالفرق بالأعمار. جمهورنا الرياضي تسعى نخبة من الرياضيين المختصين بتقديم الرعاية للاعبي الفئات العمرية من الأعمار
المختلفة ووضع آلية تدريبية خاصة لتنمية المواهب ورفض الكرة العراقية يعني بطاقات فذة على المدى القريب والبعيد. مشاهدينا، إليكم جانبا من هذه التغطية ومجموعة من العناصر التدريبية، ومنهم نجم نادي الزوراء سابقا المدرب الحالي حبيب كاظم الملقب بسيد حبيب، مع عدد آخر من المدربين الطموحين. خلينا نتابع. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بطولة الأكاديميات العربية اللي صارت في قطر، أجريت في قطر بداية الشهر الماضي، شهر آب كانت يوم واحد، بصراحة نعتبرها تجربة ناجحة جدا بالنسبة لنا، لأنه إحنا من سنوات نتمرن في هذا الملعب وبربع ملعب، يعني خلينا نقولها، لأن هذا الملعب يقسم إلى أربعة أقسام، كل قسم تتمرن به فئتين، فحتى اللاعبين بالنسبة للمساحة ما متعودين على ملعب، إحنا هناك لعبنا على ملعب 11 في 11 يعني ملعب كامل نظامي، فحتى هاي النقطة إحنا يادوب لحقنا أنه قبل المباريات الأسبوع الأخير أجرينا 3 مباريات ودية، حتى أنه اللاعب يلحق ولو بنسبة معينة يتكيف ويا المساحات اللي راح يلعب بها في قطر، ومع ذلك بفضل الله وبهاي الإمكانيات المحدودة اللي جاي يشوفها أنت الموجودة عندنا قياسا بالإمكانيات اللي موجودة في قطر أو في الكويت من ضمن الفرق اللي شاركت، فرقنا الحمد لله والشكر 3 فرق، فريقين مثلا وزارة الشباب والرياضة اللي هن مثلا المركز التخصصي فئة 2006 واللي فئة اللي احنا عليها أنا وكابتن أحمد جمعة فئة 2004-2005، وفريق الميناء أكاديمية مياء اللي هم 2 و3 فئة 2002-2003، الفرق العراقية 3 حازت على المراتب الأولى هناك. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنه العراق زاخر وسيبقى زاخر بالمواهب وبمختلف المجالات وخاصة في مجال كرة القدم وباقي الرياضات، لكن تحتاج هاي المواهب إلى رعاية، إلى صقل، إلى عناية من قبل المسؤولين، من قبل الأندية، من قبل المدارس اللي جاي تقام، حتى نقدر نحصل ثمرة هذول اللاعبين بالمستقبل، حتى يرفدون المنتخبات الوطنية سواء كانت منتخبات الناشئين أو منتخبات الأولمبية أو المنتخب الوطني. والله أنا أحكي لك بالنسبة لسياستنا هنا وسياسة المسؤولين على المدرسة والمشروع بصورة عامة، من بداية أنا صار لي تقريبا هاي السنة الخامسة هنا أدرب، من بداية المشروع أول ما صار هو كانت سياسة المركز وسياسة المشروع أنه يكون اللاعب ذو مواليد حقيقية وما عنده أي تزوير ولو بشهر واحد، ولذلك اللاعب إذا شفنا بنيته البدنية متفوق على زملاء الباقين، متميز عليهم، نشوفه أنه يعني خلينا نقول موضع شك بتعبيرنا، نشدد عليه ونحاول أنه ندز على ولي أمره وندز على مستمسكات الرسمية، شهادة الجنسية وغيرها والموحدة، أي مستمسك رسمي عنده، حتى نتأكد من أنه هذا اللاعب هو مواليده حقيقية وما بها أي شائبة. والدليل بفضل الله أنه إحنا من طلعنا على طولنا، على طول قامتنا مثل ما نقول، ما طلع عندنا لا لاعب تزوير ولا لاعب عندنا مواليده مو حقيقية، وطلعنا بفضل الله، وهاي النتائج اللي حصلناها يعني ثمرة الجهد هذا اللي مبذل. طبعا الصدى اللي صار بالنسبة للفئتين اللي شاركنا بها فئة 2005 و2006 كان صدى كلش عالي. بالبداية كانوا ما حد مرشح الفريق العراقي بصراحة نحكيها، ولكن أثناء سير البطولة وبصراحة يعني شافوا المستويات الكبيرة اللي قدموها الولد، يعني واللي ما قصروا، أبطال أشادوا بيهم الكل بالرغم من كل المعوقات اللي شافوها من أرضية ملعب، نعتبر مساحة الملعب، لأن تشوفون مساحة الملعب مالتنا ربع ملعب، وإحنا هناك لعبنا على ملعب مساحته طوله 65 وبعرض 45، يعني شفنا مساحات أبعد، فأنا كنت أتصورك وراح يصير جهد بدني عالي على اللاعبين، ولكن الله الحمد فعلا كانوا قدر المسؤولية وأدوا أداء رجولي، إضافة إلى مقاومتهم للتعب، خصوصا أجواء قطر الرطوبة في شهر 8 كانت حرارة ورطوبة جدا عالية، فكل هاي المعوقات الحمد لله قدروا الولد يجتازوها وحصلوا إشادة من القريب والبعيد من قبل المنظمين بالدورة هناك، وفعلا أشادوا بالفريق وحملونا أمانة، قالوا هذول اللاعبين أمانة في رقبتكم، يعني بصراحة قالوا أمانة في
أعناقكم هذول اللاعبين، لاعبين موهوبين ويستحقون بالمستقبل مثل منتخبات وطنية. كابتن، بالنسبة لقضية التزوير اللي صارت على منتخب الناشئين، رأيك بالقضية بصورة عامة، وأيضا أعتقد راح يصير أكو مجموعة من المدرسة ينضمون إلى منتخب الناشئين بديلين لذولاك اللي كانوا مزورين؟ طبعا هي مسألة التزوير هي مسألة مرفوضة من الأساس، ولكن للأسف لم تتم لها معالجات مسبقة. هي المفروض هذه يعني مسألة أن تعالج جذريا ومن فترات سابقة. إحنا الحمد لله نقول أن تأتي متأخر خيرا من لا تأتي أبدا، يعني قدرنا أن نعالج هذا الموضوع، وحاليا بدت احنا نحكي عن نفسنا في المدرسة تجديد جدا كبير على مسألة الأعمار، وتأكيد على الجناسي والجوازات وبيان الولادة وصحة صدور المدرسة، يعني كل الأمور اللي تتعلق بمواليد اللاعب الحمد لله تم التدقيق بها، والدليل بأنه شاركنا في البطولة والله الحمد ما صارت ولا حالة وحدة على أي لاعب من الفريق، فهي حالة مرفوضة. ونتمنى حقيقة بالمستقبل أن الجهات المعنية في الاتحاد أن ينظرون نظرة أعمق لهذا المشروع الكبير اللي في المدرسة التخصصية، وأن يشوفون يبحثون عن المواهب، ترى فعلا مواهب ممتازة وتستحق تمثيل المنتخبات، يعني خير تمثيل. فهي دعوة للجميع بأنه يجون ويشوفون المواهب الموجودة عندنا. والآن مشاهدينا الكرام، مع البراعم والبراءة والمواهب الفذة التي ستكون يوما ما يعني رافدا حقيقيا للأندية والمنتخبات، لكن هذه البراعم تعاني من قلة الملاعب وضيق المساحات عليهم طبعا في التدريبات اليومية، حتى أنهم التمسوا الفرق الكبير والشاسع يعني بين ما مخصص لهم من مساحة مسموحة وبين مشاركتهم الأخيرة، هي مشاركة فعالة كانت في بطولة قطر، إذ كانوا يلعبون المباريات على ملعب رسمي، حتى يعني هذا أثر على مستواهم الفني، وبالتالي قدموا أداء مقنعا وجيدا. يعني للأسف حتى البراعم الصغيرة ما خلصانين من المعاناة في الوسط الرياضي. خلينا نتابع. أول شيء نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر الكابتن أحمد جمعة وكابتن حبيب كاظم على جهودهم ويانا، وإن شاء الله نمثل العراق العزيز. جمهورنا الرياضي، هذه وقفة أخرى مع نخبة من المدربين لهذه المدرسة الكروية التخصصية التي تسعى وبحسب اختصاصاتها بتقديم المعلومة الصحيحة والرعاية الكاملة للاعبي المدرسة الكروية للفئات العمرية، فضلا عن أهمية استقبال اللاعبين الصغار للتمارين الخاصة باللياقة البدنية، والتركيز أيضا على الجانب التربوي وأيضا المعنوي. مشاهدينا الكرام، هذه وقفة أخرى مع مدربي هذه المدرسة، خليكم ويانا. الفرق اللي شاركت هناك بين الأداء والفرق اللي بيننا وبينهم واضح، يعني مبين وبارز من خلال الأداء مال اللاعبين اللي موجودين، من خلال التمرين الواضح، يعني الشغل اللي التنسيق بين اللاعبين والانسجام الفترة هاي كلها، بين اكو فرق واضح بين الفرق اللي شاركت. تبقى احنا كمستوى عام احنا نطمح بعد للأكثر وللأحسن. احنا هنا عندنا مواهب يعني ما بارزة بصراحة وما أخذت الفرصة الكافية، بلكت إن شاء الله مستقبلا تحلم أكثر من فرصة خاصة بهيك بطولات حتى يبرزون ونستفاد من عندهم. إحنا كمنتخب وطني نستفاد من عندهم بالأندية الجماهيرية. ما نفتقر إليه هو العمل الممنهج وفق مناهج تدريبية علمية صحيحة، وفق شدد وأحمال تدريبية وحجوم تدريبية بالشكل العلمي الصحيح. فالكثير من المدربين يستخدم الطريقة العشوائية، بالتالي من لا جدوى تكون كل طريقة عشوائية في التدريب الرياضي تكون من لا جدوى، وبالتالي تنعكس سلبا على النتائج، خصوصا هذا هو الرياضي الصغير بالعمر، هذا مثل الورقة الخام، مثل الورقة البيضاء، ايش ما أضيف عليها بالتالي تنطبع ما تنمح بعد، بالتالي إذا تربى بشكل خاطئ إلى أن يعتزل يبقى بشكل خاطئ. فالتركيز على التصحيح، التركيز على المهارة الصحيحة، التركيز على تنمية القدرات البدنية والحركية.
جمهورنا الرياضي، نكمل مشوار صدى الرياضة في المدرسة الكروية التخصصية أو الأكاديمية التخصصية التي ترعى البراعم والمواهب الواعدة، وقد التقينا بالكابتن بسام رؤوف مدير المدرسة الكروية التخصصية وطرحنا عليه محاورنا عن ما مدى تفاعل اللاعبين مع الجهاز التدريبي وما مدى تقبل اللاعب للتمرين وعدد الوحدات التدريبية في الأسبوع، فضلا عن محاور أخرى تخص بطولة قطر للأكاديميات والصدى الإعلامي الذي حققه العراق من المشاركة في البطولة، وكذلك انطباعات الدول المشاركة والدول المضيفة حول الوفد العراقي. خلينا نتابع. طبعا أكيد مركز رعاية الموهبة الرياضية للموهوبين من المشاريع الكبيرة، وبالتالي عندما أتكلم عن آلية وطريقة العمل نتكلم عن مشروع كبير فيه خبراء وضعت به مناهج تدريبية وبرامج تم أغلبها تنفيذها خلال المرحلة الماضية، وجزء من عدد الوحدات التدريبية الخاصة للموهوبين تحدث عن فئات عمرية ما بين أعمار 8 سنوات وأعمار 15 سنة، بالتالي هنالك 4 وحدات تدريبية بالأسبوع ويتخللها مباريات تجريبية أو ودية، وهنالك منافسات على مستوى المحلي وعلى المستوى أيضا الإقليمي بالمنطقة. يعني قبل الفترة سافرنا لبطولة قطر للأكاديميات الأولى وحققنا بها المركز الأول، لذلك أنا أعتقد بأنه تحقيق إنجازات على مستوى الفئات العمرية هو ليس الأمر اللي إحنا من أولوياتنا، لكن عندما تم تحقيقه هو شيء يضاف إلى عملك ولا اجتهادك ولا طبعا إلى مجموعة مسؤولياتك في مركز رعاية الموهبة الرياضية. لذلك إحنا نتبنى مشروع فيه الكثير من الأكاديميين والمختصين أصحاب اختصاص في المجال الرياضي سواء كان إداري أو فني. طبعا التفاعل كبير كان من قبل الدول الأخرى في هذه البطولة، مع خاصة مع الجانب العراقي مع الفرق العراقية باعتبار احنا أكثر الفرق مشاركة في هذه البطولة، وبالتالي عندما تحرز لقب البطولة على مستوى فئات عمرية 2004 2005 2006 هو أكيد هو إنجاز لكرة القدم العراقية. هناك كانت منافسات على مستوى الدول الكويت ولبنان وليبيا وأيضا قطر يعني بأنديتها الغرافة والسد، وأيضا الجزائر كانت متواجدة وحاضرة. لذلك أنا أعتقد بأنه انتقالة كانت مميزة بالنسبة لمركز رعاية الموهبة الرياضية التابع لوزارة الشباب والرياضة خلال منافسات، يعني تطور ملحوظ من ناحية المستوى الفني مباراة إلى مباراة، وبالتالي كان إصرار كبير من قبل اللاعبين على تحقيق النتائج اللي احنا بصراحة ما كنا نطالبهم بها بقدر ما كنا نطالبهم بأداء فني يرتقي إلى مستوى كرة القدم العراقية واللاعب الموهوب. وبالتالي أنا أعتقد بأننا بالطريق الصحيح إن شاء الله تعالى خلال السنوات القادمة، لكن يجب أن توفر أيضا متطلبات النجاح، وجزء من متطلب النجاح أكيد احنا نتكلم عن الملاعب. احنا لا نملك سوى ملعب واحد، والملعب الواحد لا يكفي لست فئات عمرية يتدربون به. تقسيم الملعب إلى أجزاء أكيد يعني هذا ما المفروض لا يستمر، لأن هنالك مواليد تحتاج إلى مساحات أكبر وإلى مباريات. لذلك إحنا نعول على وزارة الشباب والرياضة الكثير خلال المرحلة القادمة بإضافة ملعب إضافي إلى مركز رعاية الموهبة الرياضية، لأن إحنا يمكن المركز الأول في العراق في رفد الموهوبين إلى المنتخبات الوطنية، وخاصة المنتخب الناشئين حاليا يضم أكثر من 12 لاعب من مركز رعاية الموهبة الرياضية، وبالتالي علينا أن نقيم عمل الأشخاص المدربين الإدارة المشرفين أيضا الوزارة بكل نواحيها. طبعا أكيد الجانب الإعلامي مهم، لكن هنالك يمكن أكو تقصير في هذا الجانب من قبل أعتقد يعني الإعلام الرياضي، وهذا طبعا أكيد أنا واحد من الناس اللي أعد عتب شديد عليهم خاصة بعد بطولة الأخيرة للأكاديميات.
مشاهدينا، نكمل مشوارنا في المدرسة الكروية التخصصية التي تهتم وترعى لاعبي الفئات العمرية، ونكمل حوارنا مع الكابتن بسام رؤوف مدير المدرسة الكروية التخصصية، وطرحنا عليه هذه المرة أسئلة بخصوص التلاعب بالأعمار وآفة التزوير، لا سيما بعد الحالة المعيبة التي حصلت مع منتخب الناشئين، وهل نظام المدرسة الكروية التخصصية يركز على هذا الموضوع المهم، فضلا عن محور يخص بطولة كربلاء، ولماذا فريق السماوة انتقد هذه المدرسة في أكثر من مناسبة وأكثر من مكان، ولماذا ردود الأفعال المشددة يعني حول الكابتن بسام رؤوف شخصيا وضد أيضا المدرسة الخاصة، المدرسة التخصصية الخاصة بالمواهب. وقفة أخرى مع بسام رؤوف لنتعرف على إجاباته، خليكم ويانا. طبعا ما يتعلق بالبطولة الأخيرة التي حصلت في كربلاء، قبل البطولة وهي ليست الأولى، يعني حتى البطولة اللي سبقتها كانت في مركزنا هنا، تأهل للمباراة الأخيرة كربلاء وبغداد ولم تلعب المباراة النهائية، وهي كانت رسالة واضحة لكل الفرق بأنه احنا الهدف مو إحراز البطولة اللقب الأول والثاني والثالث، وإنما بقدر ما هي تنافسية ودية للاطلاع على مستوى على العمل المدربين. أنا عندما أجيب لاعب بحجم كبير يستطيع أن يحسم المباراة، لأنه توجد هنالك فوارق بدنية وذهنية ومهارية وجسدية وكل هذه الفوارق، لذلك لاعب واحد كبير في السن يفرق عن باقي اللاعبين ممكن يحسم مباراة. إذن القياس ليس الحجم، وإنما القياس هو الناحية المهارية أو الخططية أو طريقة التزام الفريق في البطولة. لذلك احنا ارتئينا بأنه البطولة هاي كانت غير تنافسية، بمعنى لا يوجد فيها خاسر، الكل فائز في البطولة، والدليل احنا اعطينا كأس المثابرة لصلاح الدين اللي هو أكثر فريق تلقى أهداف، واعطينا كأس الفريق المثالي إلى فريق البصرة باعتباره قدم أداء فني رائع في البطولة والأفضل كان، واعطينا كأس الفريق المميز إلى كربلاء. لذلك هاي الفرق احنا كان بها التزام 100% من ناحية كافة النواحي ومن ضمنها الأعمار، كان هنالك تكريم لهم، وبنفس الوقت احنا صار انتقال اللاعبين المميزين كمنتخب المدارس في هذه الفئة، لذلك البطولة ناجحة 100% لأنه الأهداف كانت ممتازة جدا، وجود لاعبين مميزين ضمن الفترة اللي راح يكونون أيضا جزء من رفض المنتخبات الوطنية للناشئين. المدرب الناشئين ليش نقول احنا يدور في المحافظات لكي ينتقي لاعبين، احنا راح نعطي ثمرة عملنا، هؤلاء اللاعبين هم المبدعين في هذه الأعمار، وبالتالي ما تم الترويج إلى بأنه بغداد باعتبار هي ما حصلت على البطولة أو شيء من هالقبيل، هذا الشيء كذب وافتراء. بغداد الدليل بأنه احنا متوازنين ومتساوين في العمل، بغداد لم يحرز أي يعني ما كرمنا بأي جائزة، والجوائز راحت كلها للمحافظات، وبالتالي حتى إعطاء أفضل لاعب في البطولة كان للأنبار، هذا دليل حرصنا بأنه نكون هناك مصداقية على مستوى عالي، ونجحنا نجاح كبير في العامل التنظيمي. هنالك من يحاول أن ينتقص أو يسقط أو يلعب على وتر محافظاتي أو طائفي أو شيء من هذا القبيل، هذا الأمر أكيد هذا لا يعنينا، وزارة الشباب والرياضة تعتني بالشباب وترعاهم بالتساوي بدون نظر إلى بأن هاي محافظة وهاي بغداد وهذا من غير مكان. أنا أعتقد بأنه إحنا نجحنا نجاح كبير، الصوت اللي النشاز اللي طلع هو فقط من السماوة، وباقي الأصوات المحافظات لماذا لم نسمع هنالك صوت لمحافظة على سبيل النجف أو المحافظات الأخرى؟ لماذا فقط السماوة؟ السماوة دائما ما تحاول بأنه تحصل على اللقب بطريقة أو بأخرى، وبالتالي هنالك أخطاء احنا الفترة القادمة إن شاء الله نصححها في العمل. هنالك بيانات، وهي من أهم النقاط، هنالك بيانات للاعبين المفروض تقدم قبل البطولة بشهرين أو ثلاثة وتدقق أثناء البطولة،
هاي البيانات ما قدمت إلا قدمت أثناء يعني البيانات اللي قدمت قبل 3 شهور ليست نفس البيانات اللي قدمت في البطولة، وبالتالي هنالك أشخاص أو لاعبين في هويات وصور يعني وهو طفل صغير، كيف تستطيع بأن تدقق بأن عمره هو جديد يعني مو من ضمن البيانات؟ لذلك حرصنا بأنه نتفادى عملية الجوائز والمركز الأول والثاني، ونكون حريصين على سلامة الأطفال في هذه البطولة، وأشركنا اللاعبين لأعمارهم وأجسامهم توازى مع أعمارهم الحقيقية. يعني أكيد يعني الكثير كان يبحث عن إنجاز وهمي، يا ما حققنا إنجازات وهمية في ظل ظروف يعني غير طبيعية، ذلك عندما تكون فوضى أكيد راح تنعكس على الجانب الرياضي، وبالتالي الفوضى الرياضية حاليا من ضمن إفرازاتها التزوير، عامل التزوير. ذلك الإنجازات الوهمية اللي حققوها مدربي الفئات العمرية خلال السنوات الماضية أكيد راح تلقي بتبعاتها. لا تتصور بأنه وقف أو دعش لاعب بأنه التزوير توقف عند المنتخبات الوطنية، التزوير مستمر وأنا مسؤول عن كلامي. خلال المرحلة القادمة يجب أن توضع آلية صحيحة 100% لتوقيف الأشخاص المتورطين في عمل التزوير. أنا لا أحمل المدرب، أنا أحمل كل الأشخاص اللي يعملون في دائرة النفوس وأيضا الجوازات هذه المسؤولية، ولو هنالك حساب قاسي على هؤلاء المسؤولين على العملية لكان ما وجدنا ولا حالة تزوير. لكن أنا أعتقد بأنه التهاون في تطبيق القانون أدى إلى هذا، تفعيل هذا الجانب اللي أنا أعتقد يحتاج إلى وقت طويل لتجنبه، لكن لا توجد خطوات عملية فعلية لحد هذه اللحظة. وبالتالي أكيد الكرة القدم العراقية والفئات العمرية راح تبقى تعاني خلال المرحلة القادمة مما هي عليه في الوقت الحاضر. طبعاً أشكركم أكيد، وبالتالي صوتكم وصوتنا وصوت كل الشرفاء أكيد يصل إلى العالم. الرياضة تحتاج إلى رعاية الموهوبين في كل العراق وليس فقط في مكان واحد، وبالتالي ما يتوفر حالياً للموهوبين أعتقد يعني شيء لا يتوازى مع قيمة اللاعب العراقي أو قيمة اللاعب الموهوب. أتمنى بأن يكون هنالك دعم أكبر بكافة النواحي، وأكيد الوزارة ما مقصرة، لكن إحنا طموحنا كبير بالمشاركات أكبر وأيضا توفير ملاعب أكثر إلى الموهوبين، لأنه نجح عندما تنجح تحتاج أيضا تحافظ على النجاح مالتك وتتألق مرة ومرتين وثلاثة، وبالتالي هذا كل شيء محسوب إلى الرياضة العراقية وإلى كرة القدم العراقية. يعني مشاهدينا ونحن يعني نتنقل مع هذه البراعم والمواهب للفئات العمرية ونتحدث عن آفة التزوير مع أهل الشأن الرياضي، يعني يجب أن نهتم كثيرا بهذه الفئات ونرعاهم ونخصص لهم كل مقومات العمل الصحيح يعني والسليم. في الوقت نفسه يجب الوقوف والنظر يعني لتبعات قضية التزوير على مستقبل كرتنا، وخصوصا يعني في دوريات الناشئين وكذلك الشباب التي نجدها مرتبطة ارتباطا وثيقا مع فضيحة منتخب الناشئين مؤخرا. لذلك من الضروري التنسيق بين الإدارات الرياضية والمركزية والجهات المختصة لتدقيق إصدارات الجوازات والتحقق من الأعمار الحقيقية للاعبين، وذلك يعني في سياق إداري يستند على الضوابط والدقة والحزم والتأكيد على مواصلة متابعة الأعمار الحقيقية للاعبين في كل فترة ومطالبة مستمسكاتهم وصحة الصدور من أجل المحافظة على الأعمار الحقيقية، ليكون لدينا جيلا واعدا خاليا من الشوائب بعيدا عن الفوضى العارمة التي نمر بها في هذه الفترة المظلمة في مسيرة الكرة العراقية وتحديدا ضمن فرق الفئات العمرية. من جهة أخرى مشاهدينا الكرام، من المعيب أن يصبح العراق في دائرة الشك في نظر العالم، ونحن في بلد نتنفس
كرة القدم، ولدينا من المواهب والطاقات الكثير والكثير. مشاهدينا، هذه وقفة وقراءة حول فترة عصيبة في مسيرة الكرة العراقية تسمى آفة التزوير، خلينا نتابع. حيرة صدمة منتخب الناشئين المزور، وتلك الفوضى العارمة في اتحاد كرة القدم لا غرابة فيها، وبعد أن تمرغت سمعة العراق الرياضية إذا لم نقل في مفاصل أخرى، وتم نشر غسيلنا في الصحف العربية والعالمية، أيام مضت والسلطات إلى الآن لم تتخذ أي إجراء قانوني أو حتى احترازي للحد من هذا الموضوع، وكأن الحكومة لا يعنيها أمر الفضيحة. ولطالما كانت العلاقة المتوترة بين وزارة الشباب والرياضة مع اتحاد الكرة في أوج أزمتها، وكل ما تتعرض له اللعبة، ألا يستحق أن يترجل السادة المسؤولون عن كبريائهم لأداء واجباتهم الحقيقية والتحقق والاستفسار من الجوازات العامة واتحاد كرة القدم لبحث تفاصيل الإساءة والعمل على بحث المشاركات في المحافل الإقليمية والقارية لدرء ما يتناوله الإعلام المحلي والعربي والعالمي من تشويه لسمعة العراق الرياضية؟ وفي ذات الوقت اتخذت اللجنة الأولمبية منهجا في دورتها الثالثة الحالية، وهو سياسة غض النظر والتغاضي عن جميع الأمور التي تهم الرياضة العراقية. وبرغم هول المصائب التي واجهتها كرة القدم على صعيد الانتخابات والشبهات الكثيرة، لم تزل هناك قضايا أخرى في الطريق، ولم يسأل حامي عرينها في الملاعب سابقا نفسه ما علاقة الأولمبية باتحاد الكرة إذن؟ ودون ذلك، هل تبقى قيمة للارتباط في ظل نأي الأولمبية عن مس طرف الاتحاد حتى بكلمة عفوا نحن هنا؟ هكذا يجب أن ننظر لتبعات قضية التزوير على مستقبل رياضتنا بصورة عامة وكرة القدم خاصة. وهل من الممكن إنشاء مكتب تنسيقي بين الجهات المختصة وتدقيق إصدارات الجوازات والتحقق من الأعمار الحقيقية للاعبين في سياق إداري بعيدا عن الفوضى العارمة التي نمر بها؟ جمهورنا الرياضي، دعونا نتوقف مع مجموعة من الأخبار الرياضية السريعة نتعرف عليها في الوقفة التالية من خلال فقرة دقيقة ونص، خليكم ويانا. قصد الستار وعلى منافسات دورة الألعاب الآسيوية 18 التي أقيمت في العاصمة الإندونيسية جاكرتا تحت شعار طاقة آسيا، بمشاركة أكثر من 11,000 رياضي ورياضية من 45 دولة آسيوية، تنافسوا في 40 فعالية تضمنت 465 مسابقة. واحتل العراق في ختام المنافسات الترتيب 27 برصيد ذهبية وفضيتين من بين 37 دولة نجحت في وضع اسمها في جدول الأوسمة الملونة. فيما كانت الريادة متوقعة للعملاق الصيني للمرة السادسة على التوالي، الذي جمع 289 ميدالية من بينها 132 ذهبية. وجاءت اليابان وصيفة ولها 75 ذهبية، ثم كوريا الجنوبية التي حصدت 49 ذهبية. وفي المركز الرابع ظهرت الدولة المضيفة إندونيسيا ونجحت في الوصول إلى الذهبية رقم 31. وتصدرت البحرين ترتيب المنتخبات العربية، ثم قطر والإمارات والكويت والأردن والسعودية والعراق ولبنان وأخيرا سوريا. ولم تختلف درجات التفوق للصين عن الدورة السابقة التي أقيمت في كوريا الجنوبية عام 2014، إذ كانت الصدارة صينية بامتياز بعد إحرازها 151 ذهبية، تلتها كوريا الجنوبية ب 79 ميدالية ذهبية واليابان ب 47 ذهبية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حوارنا هذا عن الشأن الكروي، وتحديدا مع المنتخب الأول، حيث سنبدأ مع ستريشكو كاتانيج
المدرب الجديد لمنتخبنا الوطني بكرة القدم الذي وصل مؤخرا إلى العاصمة بغداد مع الطاقم التدريبي المساعد والذي يتألف من مدربين مساعدين ومدرب للياقة البدنية مع مدرب لحراس المرمى. مشاهدينا، يعني رغم أن هذه الخطوة الإيجابية بحسم قضية التعاقد مع مدرب أجنبي وبدعم مالي حكومي، إلا أن الجميع يبدو متخوفا من تجربة المدرب كاتانيج مع الإمارات في عام 2011 بعدما ظهر واضحا يعني نهجه التدريبي وأسلوبه الدفاعي المتحفظ على حساب الشق الهجومي. لكن بالحقيقة لكل منتخب هوية ومميزات وأدوات وخصائص معينة من اللاعبين، يعني هذه الخصال تشمل المستوى المهاري، المستوى البدني والذهني وطريقة استجابتهم يعني للفكر الخططي، بحيث تساهم هذه المقومات في تنفيذ رؤية المدرب داخل المستطيل الأخضر، بالتأكيد بحسب أهمية وطبيعة اللقاءات. بالعودة مشاهدينا الكرام إلى كاتانيج المدرب الجديد لمنتخبنا الوطني بكرة القدم، فله تجارب أخرى مع منتخب مقدونيا وكذلك مع بلده الأم سلوفينيا، وطبعا بلا أدنى شك أضافت له هذه المهمات التدريبية الكثير من الخبرة. لكن كما يعلم الجميع، يعني التجارب أو اللعب في القارة الأوروبية يختلف جذريا عن قارات أخرى وخصوصا آسيا. بالنسبة لنا المهم والأهم هو رفع المستوى الفني لمنتخبنا وعودته إلى الأضواء والتواجد بقوة في كأس آسيا المقبلة التي يعني لم يتبقى عليها الكثير سوى أشهر قليلة، إضافة إلى الوصول إلى كأس العالم 2022 في قطر. وقولوا معي إن شاء الله. وأسامة هوساوي في هذه الآونة ولدينا هجوم. مشاهدينا، يعني نبقى في محورنا وحديثنا هذا عن المدرب الجديد كاتانيج الذي سيشرف على قيادة منتخبنا الوطني بكرة القدم في الاستحقاقات المقبلة ومنها بطولة كأس آسيا. بالتأكيد نأمل بأن تكون يعني خطوة فعالة في مسيرة الكرة العراقية بالاستعانة بخبرات دولية محترفة، ونطمح أن يضيف هذا المدرب بصمته ونهجه التدريبي على لاعبي أسود الرافدين في المشاركات المقبلة. مشاهدينا الكرام، هذه قراءة في أروقة هذا الموضوع، خلينا نتابع. منذ الإعلان عن اسم المدرب الجديد لمنتخبنا لا تزال جميع الأوساط الرياضية والإعلامية تتساءل عن أسلوب وفلسفة المدرب السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، فالجميع متخوف من تجربته مع الإمارات في العام 2011. السواد الأعظم يردد من حيث يعلم أو لا يعلم بأن أسلوب هذا المدرب هو دفاعي ومتحفظ على حساب الشق الهجومي. ولندرك أولا حقيقة في غاية الأهمية أن أدوات اللاعبين وخصائصهم الفنية والدوريات التي يلعبون فيها وكذلك المستوى المهاري والذهني وطريقة استجابتهم للفكر الخططي هي التي تتحكم بمصائر المدربين. وبفضل الأنظمة الخططية في تنفيذ رؤية المدرب داخل المستطيل الأخضر والتنويعات حسب أهمية وطبيعة اللقاءات. Just I can say that me and my staff we will do everything. We will be professional 120%. We will do our job like it should be. And then
I hope that we can reach a World Cup. So this is our main target. And inshallah we will be there. So. Inshallah سوف نكون هناك في كأس العالم in the World Cup. Okay, yeah, in the World Cup. وتجربة كاتانيتش مع منتخبي مقدونيا وبلده الأم سلوفينيا أضافت له الكثير من التجارب، بل أن اللاعب في قارته الأوروبية يختلف جذريا عن قارة آسيا. وخلال مسيرته الأخيرة في المنتخب السلوفيني التي امتدت من 2013 إلى 2017 واجه منتخبات عالمية على غرار الأرجنتين وإنجلترا والنرويج وكولومبيا، خاض فيها 42 مواجهة، فاز في 16 مباراة وتعادل في 7 مواجهات وخسر في 19 مواجهة. من المتابعات السابقة لخطط وطريقة لاعب المدرب يظهر أنه ينوع بحسب الأدوات التي موجودة لديه، إضافة إلى طبيعة كل مباراة. والمهم هنا أن يكون المدرب وباقي طاقمه التدريبي في بغداد ويتابع الدوري العراقي بشكل منظم، ولا يعتمد على الأسماء في القائمة التي يقدمها اتحاد كرة القدم. والمهم والأهم هو التواجد بقوة في كأس آسيا المقبلة التي لم يتبقى عليها الكثير سوى أشهر قليلة، إضافة إلى النية الصادقة من قبل اتحاد الكرة بالسعي إلى الوصول إلى كأس العالم 2022 في قطر. بجمال دجلة والفرات وبحراقة بابل ومعلقاتها لا تخسر أنت يا عراق، عظيمة يا عراق. مشاهدينا متواصلون في محورنا عن المدرب الجديد لقيادة سود الرافدين في الاستحقاقات المقبلة. فإلى هذه اللحظة وحتى بعد قدوم المدرب كاتانيج لا زال القلق والخوف يظهران على البعض، فالجميع مترقب بحماس والشارع الكروي ينتظر يعني استقرار واستمرار المدرب الجديد لممارسة عمله بشكل طبيعي في قادم الأيام من دون أن تظهر على المشهد يعني جهة خفية تنفذ حالة من التهديد والوعيد اتجاه المدرب الأجنبي وتخصه بعدم الاستمرار بقبول مهمة تدريب منتخبنا الوطني. بمعنى يعني نصحى الصبح نجد المدرب يفطر أو يتريق في بلده، وحتى الحقائب تاركها جراء الفزع الذي انتابه يعني من التهديد والوعيد. ويبقى السؤال يتكرر، إلى متى يبقى الشارع الرياضي وكل المتابعين في انتظار استقرار، في انتظار استمرار لمدرب أجنبي في ممارسة عمله بشكل طبيعي من دون أن تظهر على المشهد جهة خفية تنفذ حالة من التهديد والوعيد اتجاه المدرب؟ إلى متى يعني تبقى الهواجس تحاصر كل المتابعين وأهل الشأن والجماهير العراقية الباحثة عن هوية حقيقية للمنتخب العراقي؟ إلى متى تبقى العيون ترنو إلى مستقبل مشرق للكرة العراقية يمحو الصورة السيئة ما بعد مرحلة الإخفاقات الأخيرة؟ إذن مشاهدينا الكرام، هذا ما يسمح به الوقت وهذه الفقرات التي قدمناها لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في حلقات مقبلة. تقبلوا تحيات أسرة صدى الرياضة، أنا دائما وأبدا أتمنى لكم التألق، النجاح، الإبداع. هذه تحياتي بلال بداع، مع السلامة.